كيف يا جماعه؟ الشاشه استاذ محمد مرسي عيسى العياط، كان امين عبد الحميد دفاع الحاضر مع المتهم الثالث، دفاع الحاضر مع المتهم الرابع، دفاع الحاضر مع المتهم الخامس. ويروح يقول لدوله من الدول الاجنبيه الحقوا ده احنا التسريح بتاعنا كذا وكذا وكذا، مش عارف. هو نفسه يمثل فعل الحصول البصمة ألا ينقل ورقة من مكانها، كل شيء مكان ومعاه آلة التصوير يصور المصنعات لكي تحرص نوع من الحق أو التعليم إذا لازم، وإذا لازم الأمر أنقل إلى مركز بطني خاص وليس حكومة على حساب. ومنتين الأساتذة دول إذا جاءوا للمحصين أتناقش معاهم لأن مستويات السكر متضامنين بالمصاريف الجنائية